مرحبا حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير حلو باربع طبقات من الشوكولا، كل طبقة لها نكهة رائعة. شكل شايفين شكلها بشهي، هيدا شكل الشوكولا شايفين بنكهة القهوة السريعة، نكهة النسكافيه كتير طيبة. نعملها لسهرة راس السنة، وإن شاء الله هيدي السنة بتكون سنة خير على الجميع. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. أول شي عنا نحنا 200 جرام بسكوت، عندي هيدي نوعية البسكوت نايس، انتو ممكن تستعملوا أي بسكوت متوفر عندكم ما في مشكلة. بدي نعمل بسكوتات بالمكنة. حط البسكوتات بالجاف، حط زبدة بالكاسة، رح حط ملعقة ونص طعام زبدة، ملعقة ونص طعام زبدة، دوبهم بالميكروويف. دوبنا الزبدة بحطها على جنب، ضيف ملعقة طعام سكر بودرة. ملعقتين طعام كاكاو. خلطهم منيح مع بعض. بس خلطتهم بهيدا الشكل، هلا بضيف الزبدة كمان، بخلطهم مع بعض. في ناس ممكن يقولوا لي فينا نستعمل سكر طبيعي، بتقدروا تستعملوا سكر طبيعي بالدوبوب قلب الزبدة، هيدي أفضل طريقة لتعملوا تحطوا سكر طبيعي. ضيف نص كوب صغير الحليب، منضيف شوي شوي حسب نوعية البسكوت. هلأ شو بدي أعمل؟ بدي أعجنهم بالإيد ليصير عنا عجينة متماسكة، من الأفضل نعجنهم بالإيد. أول ما نعجن العجينة بتحسوها كتير رخوة، بعدين بتصير تشد، بس هيدا البسكوت يشرب الحليب. صار عندي عجينة متماسكة. شايفين؟ صارت عجينة متماسكة. هلا بدي مدها للعجينة بأرض الصينية. هذه أول طبقة عملناها. بنحط كوب حليب، ملعقة سكر، ملعقة قهوة سريعة الذوبان نسكافيه، ملعقة طعم كاكاو، ملعقتين طعام نشا. بحركهم تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عنا الخليط بهذا الشكل منطفي الغاز. حط خليط الشوكولا اللي عملته انا وياكم فوق هيدي الطبقة الاولى، مدوا نفس المستوى، حطهم على جنب لا يبردوا بحرارة الغرفة، وبرجع بحطهم بالبراد حوالي نص ساعة. بعد ما حطيت الحلو بالبراد حوالي نص ساعة، عندي هون كريمة مخفوقة خفقتها، اي نوع كريمة متوفر عندكم بتستعملوا كريمة على شوكولا، وبتمشوا على المقادير الموجودة عندكم على الظرف المكتوبة على الظرف.
هيدي الحلو كتير سهلة وبسيطة وطريقتها كتير سريعة، بس بتاخد معنا وقت لما منحطها بالبراد. إذا بتقدروا تعملوها قبل بيوم أفضل، عشان كل ما حطينا الكريمة بالبراد وقت أطول كل ما طلعت عنا شدت جمدت منيح الكريمة وطلعت عنا الحلو كتير ناجحة. بس حطيت الكريمة هلأ بحطها بالبراد أقل شي 3 ساعات. هل الطبقات اللي صرنا عاملينهم أنا وياكم. بعد ما جمدت عنا الكريمة منيح هلأ بدي أعمل صوص على الوجه خفيف من الشوكولا. بحط كوب مي صغير، ملعقة صغيرة نشا، سكر، ملعقة صغيرة نسكافيه، وراح اضيف كمان ملعقة صغيرة كاكاو. بحركن تحريك مستمر على الغاز ليشتد عنا الخليط. بس اشتد عند الخليط بهيدا الشكل هلأ منحطه على الحلو. من اياهم طبقة تكون كتير خفيفة عوج الكريمة. هلأ بحطهم بالبراد حوالي ربع ساعة. بس حطت الحلو بالبراد شي ربع ساعة، هلأ بحط شوكولات سبرينكلز على الوجه، بيعطي شكل كتير فخامي. بتقدروا تستبدلوا هيدي الشوكولا بأي شوكولا موجودة عندكم، بتحطوا بتبرشوها وبتحطوها على الوجه، وكمان إذا بتحبوا فيكم تحطوا بسكوت. شو رأيكم بهالحلو؟ ما بدي حكي، كتير كتير مبينة فخامة وكتير طيبة. بتمنى الطريقة تكون نالت إعجابكم، وإن شاء الله السنة الجاي تكون سنة خير عليكم جميعا يا رب، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي أحبابي.